مهم جدا أن نعرف ماذا نفعل عندما نكون في حل التمارين. ليس المهم فقط حل التمارين، لماذا تطرح الأسئلة، كيف تطرح الأسئلة، لماذا قال هذا السؤال ولم يقل سؤال آخر، هذه مهمة جدا. الهدف تنظيم معلومات عددية في جداول أو مخططات بسيطة. ناريمان عندها علامات في الفصل الثاني نقدمها بطرق مختلفة. تقول ناريمان باللغة العربية: عندي 4 في الرياضيات و9 في العربية و6 في الفرنسية و7 في التاريخ و5 في مادة التربية المدنية. هنا سنطرح سؤال: هل تستطيع الرياضيات أن تفهم ما قالته ناريمان؟ إذن كيف أنظم هذه المعلومات العددية في جدول أو مخطط؟ رياضيا معناه كانت عندنا معلومات عددية يمكننا تحويلها إلى رياضية وبطرق مختلفة، جدوليا وإحصائيا بتمثيلات بيانية منها مخطط الأعمدة والمضلع البياني، كما يمكن عرضها تكنولوجيا ببرنامج XL، وقد تم ذلك على قناة اليوتيوب تجربة أساتذة مباشرة. عندما تقول لنا ناريمان هذا الكلام، نسأل ناريمان: انتهيت من الفصل، كم أخذت العلامات؟ تقول لك 4 في الرياضيات، أنت مباشرة تبدأ في الرياضيات تصنع في جدول. إذن أستطيع أن أفهم رياضي كلام ناريمان وأصنع جدولا: 9 في العربية، 4 في الرياضيات، 6 في الفرنسية. هذه الطريقة في الفهم ليست وحيدة، أستطيع أن أفهمها هكذا: أن في العربية أخذت 9، في الرياضيات أخذت 6، في الفرنسية أخذت 6، وهكذا. أستطيع أن أفهمها بهذه الطريقة: في العربية أخذت 9، في الرياضيات أخذت 6، في الفرنسية أخذت، وهكذا. إذن ما هي الخلاصة؟ ما هي الخلاصة؟ الخلاصة: المعلومات العددية نعالجها لغويا أو رياضيا. لغويا بواسطة جدول أو مخطط أعمدة أو مضلع بياني، أو تكنولوجيا بواسطة برنامج XL أستطيع أن أحصل على نتائج. أضع العلامات: عربية 9، رياضيات 4، فرنسية 6، فيعطيني مضلع بياني بهذا الشكل. أو أمره: أيها البرنامج، اعطيني هذه النتائج على شكل مخطط أعمدة، فيقول لي: هو حاضر، سأعطيك على شكل مخطط أعمدة، ويعطيني بهذا الشكل. مباشرة: الرياضيات العربية 9، الرياضيات 4، الفرنسية 6، التاريخ 7، والمدنية 7. حول لي هذا المخطط إلى مخطط آخر، مخططات مختلفة، هناك مخططات مختلفة، هذه كلها مخططات لنفس الظاهرة الإحصائية، لنفس المعلومات العددية. وأستطيع أن أتحكم في الألوان. إذن ما يهمنا هو نوع بسيط من المخططات، اللي هو مخطط الأعمدة ومضلع البياني. نواصل. إذن عندما تعطيني معلومات عددية: 4 في الرياضيات، 9 في العربية، 6 في الفرنسية، و7 في التاريخ، أستطيع أن أتخيل جدول، وأستطيع أن أتخيل مخطط الأعمدة، وأستطيع أن أتخيل مضلع بياني. أنجزنا في الفيديوهات السابقة الدرس 15. يا ترى ما هو هدف كل تمرين؟ لماذا كانوا يسألون بتلك الطريقة؟ نبدأ بفهم ما كانوا يقولونه. أولاً، الدرس كان جدول المخططات، المرجع في كتاب التلميذ، معناتها مشاهدة الفيديوهات السابقة.
لماذا سألوا هذا السؤال؟ نبدأ بالدرس. الدرس كان في حساب ذهني، ثم اكتشفوا. ما هو الهدف من اكتشفوا؟ ترجمة معلومات من مخطط الأعمدة والمضلع البياني إلى جدول. أعطونا مخطط أعمدة مضلع بياني، وإحنا خرجنا المعلومات في جدول. ما هي الفائدة من أنجزو؟ ترجمة المعلومات العددية إحداثيات نقطة من الجدول إلى المضلع البياني. كان عندنا جدول، حولناه إلى المضلع البياني. ماذا تعلمنا في نهاية المطاف؟ تعلمنا أن المعلوم رغم أن المعطيات العددية يمكن أن تظهر بأشكال مختلفة، لغويا، جدوليا، مخطط بالأعمدة، مضلع بياني، إلا أن التمثيلات البيانية تسمح لي بقراءة سريعة كما يمكنني تفسيرها. هذا بالنسبة للدروس. بالنسبة للتمارين كذلك، في الصفحة 9، لماذا كانوا يطرحون تلك الأسئلة؟ ما هو الفائدة من صفحة التمارين؟ وما هي فائدة كل سؤال؟ وهل كانوا يسألون وفقط؟ هل كانوا فقط يسألون؟ أو هناك أسباب لتلك الأسئلة؟ أول شيء في صفحة التمارين أنه قال لك المرجع في كتاب التلميذ، مع أنت تشوف الدرس أولا. أتمرن استعمال المخططات والجداول للحصول على معلومات والإجابة عن الأسئلة المطروحة. ما هي فائدة التمرين الأول؟ استعمال مخطط الأعمدة للحصول على معلومات. ما هي اللعبة الأكثر مبيعا؟ القيمة الكبرى، تسميها لاحقا عندما تكبر المنوال. ما هي الأقل مبيعا؟ تسمى القيمة الصغرى. ماذا أفعل بالقيمة الكبرى والصغرى؟ المدى، عندما تكبر تسميه المدى، هو الفرق بين القيمة الكبرى والصغرى. كم لعبة باع هذا التاجر؟ القيمة الكلية ولا التكرار الكلي لاحقا. إذن عندما كان يسألك في هذه الأسئلة كان يقصد دروسا قادمة. لماذا طرح التمرين الثاني؟ استعمال المضلع البياني للحصول على معلومات. أعطاك مضلع بياني وطلب منك أن تستخرج منه معلومات. لماذا سألني في التمرين الثالث؟ ماذا كان يقصد؟ استعمال مخطط الأعمدة للحصول على معلومات. نوضح الأهداف من هذه التمارين لنبرهن أن روعة تمارين الكتاب المدرسي محتفظة برونقتها، وأن التمرين الثالث لا يشبه التمرين الأول. سيقول قائل أن التمرين الثالث يشبه التمرين الأول، ولا أرى فيه اختلاف. هناك اختلاف يا صديقي، ولكن يجب أن تتمعن في الأسئلة. لقد سألك عن كمية الأمطار التي تساقطت يوم السبت، ليقول أنه يمكنه أن يسألك على بقية الأيام. لا يسألك فقط عن القيمة الكبرى والصغرى، بل يسألك عن القيم الكيفية والجزئية. ما هو اليوم الأكثر مطرا؟ القيمة الكبرى. ما هي كمية الأمطار المتساقطة في الأيام الخمسة؟ القيمة الكلية. تمرين كذلك أبحث. لماذا سألني أن أبحث؟ إكمال الجدول ذو مدخلين مع أولوية الخانات التي نحتاجها أولا. هذا الجدول يسمى جدول ذو مدخلين، وهذا جدول ذو مدخلين في الحقيقة فيه ما يقال. المهم أن هذا الجدول عنده اسم، واسمه الجدول ذو مدخلين لأن فيه المجموع الأول والمجموع الثاني. إذن في الحقيقة كاين سؤال نطرحه ونجاوب عليه. مثلا شخصيا، ماذا أفادني الإحصاء؟ فائدة الدرس في الحياة العملية تتجلى في هذه الورقة. لاحظ أنني لخصت الدرس في جداول ومخططات. أنا شخصيا ماذا تعلمت من الإحصاء؟ تعلمت منه أن ألخص درس مثل هذا. لاحظ طريقة التلخيص تاعي، على شكل جدول، على شكل صفحة 15، على شكل جدول صفحة 9، على شكل جدول. من علمني هذا التنظيم؟ هو علم الإحصاء. انتهت الحلقة.